الإنسان هو أعظم مستكشف عرفته الأرض. فطرة الاستكشاف عنده لم تدفعه للوصول إلى أماكن لا تصلح للعيش كقمم الجبال وقعر البحار فقط، بل أيضاً دفعته ليبحث عن أدق الأشياء وأصغرها في الحياة كالنواة والجسيمات تحت الذرية. ثم انطلق خارج كوكبه الصغير اللي كان يظن بأنه كل شيء في الحياة وأن السماء هي حدوده. ولما خرج يكتشف الفضاء فهم أنه جرم صغير جداً في هذا الكون الشاسع الممتد. إذا عدنا بالزمن إلى الوراء سنجد أن فطرة الاستكشاف يصل عمرها إلى عمر الإنسان على الأرض، هي اللي دفعت بابن بطوطة أن يخوض في رحلة طويلة امتدت لثلاثين سنة لاستكشاف الحياة ولفهم الإنسان. ونفس هذه الغريزة هي اللي خلت كابتن سكوت يغامر بحياته إلين وصل للقطب الجنوبي عام 1912، لكنه للأسف مات في طريق العودة. وهي نفسها اللي دفعت إدوارد جينر ليجرب لقاح داء الجدري على ابنه ويكتشف الدواء اللي خلص العالم من رعب فتك بملايين البشر لقرون عديدة. وهي الغريزة ذاتها اللي تدفع اليوم وكالة الفضاء الأمريكية ناسا للمخاطرة بالأموال والأنفس ولكن هنا لاكتشاف الكون. يمكن تستغربون لو أقولكم أن حليب الأطفال هذا هو نتاج تحديق علماء ناسا في النجوم وحلمهم بغزو الفضاء. مش فقط هالحليب بل حتى مقياس الحرارة هذا وهاي النظارات وغيرها من الاختراعات الكثيرة جداً اللي كانت نتاج تعاون ناسا مع شركات كثيرة لحل مشكلات رواد الفضاء. في العام 1958 أصدر الرئيس الأمريكي آيزنهاور قراراً بإنشاء وكالة مدنية متخصصة في علوم الفضاء كرد على إطلاق الاتحاد السوفيتي لأول قمر اصطناعي في تاريخ البشرية المسمى سبوتنيك. ولكن القرار بالذهاب إلى القمر لم يصدر إلا في عهد الرئيس الأمريكي جون كينيدي. وبعد هذا القرار بدأت ناسا بتنفيذ سلسلة من البرامج كان أولها X-15 اللي درست خلاله خصائص الغلاف الجوي، أول حاجز عليها اختراقه قبل الوصول للفضاء. ولكن أول برنامج حقيقي لناسا كان اسمه ميركوري اللي نجح في عام 1961 في إرسال أول رائد أمريكي إلى خارج الغلاف الجوي. بعد تلك الخطوة طورت ناسا تكنولوجيا التقاء المركبات في الفضاء ودرست انعدام الجاذبية على الإنسان في مشروع فضائي شهير اسمه جيميناي. أطلقت خلاله الوكالة 10 رحلات مأهولة، وفي الرحلة الرابعة خرج الإنسان لأول مرة ليسبح في فضاء الكون. وقتها أيقنت ناسا أنها على بعد خطوة من القمر وأطلقت برنامج أبولو. في عام 1969 كان نيل أرمسترونغ أول إنسان يهبط على سطح القمر في رحلة أبولو 11، وقال كلمته الشهيرة: خطوة صغيرة لإنسان لكنها قفزة هائلة للبشرية. لكن ناسا لن تصل إلى هناك ببساطة، بل بعد أن تكبدت مليارات الدولارات وفقدت 3 من روادها على منصة إطلاق المكوك الفضائي أبولو 1. الوصول للقمر لم يكن النهاية لناسا، بل كان بداية نحو اكتشاف كواكب المجموعة الشمسية الأخرى. ففي العام نفسه اللي انطلقت فيه آخر رحلة لبرنامج أبولو وهي الرحلة رقم 17 إلى القمر في عام 1972 أطلقت ناسا مسبار صغير اسمه بايونير 10 إلى كوكب المشتري. التقط هذا المسبار مجموعة رائعة من الصور وأرسلها إلى ناسا، ثم انطلق متجهاً إلى خارج المجموعة الشمسية
ورغم أن مهمة المسبار انتهت عام 1997 إلا أن الاتصال معها استمر لين عام 2003. ويقدر العلماء أن المسبار اليوم على بعد 13 مليار كيلومتر من كوكب الأرض، أي أكثر من ضعفي المسافة تقريباً بين الشمس وكوكب بلوتو. بعد أبولو ودراسة المشتري، توجهت ناسا نحو خفض تكاليف الرحلة من وإلى الفضاء من خلال اختراع نوع جديد من المركبات يمكن استخدامه لأكثر من مرة، على عكس مركبات برنامج أبولو اللي كانت تترك في المحيط أو تحترق في الغلاف الجوي. لذلك ابتكرت ناسا مكوك الفضاء اللي يسمونه سبيس شاتل. وفي عام 1981 نجحت ناسا في إرسال أول رحلة مكوكية من بعد صواريخ أبولو اللي كانت تكلفها أموال طائلة. واليوم يستخدم رواد الفضاء مركبة الفضاء الروسية سويز بعد أن توقفت ناسا عن استخدام سبيس شاتل في العام 2011. ولكن من أهم إنجازات سبيس شاتل هي نقل معظم أجزاء محطة الفضاء الدولية. تمكن علماء الفضاء من إجراء تجارب في محطة الفضاء الدولية لم يكن بالإمكان تطبيقها على الأرض، وذلك بسبب غياب تأثير الجاذبية اللي حاول العلماء أنهم يفهمونها قبل إرسال رحلات فضائية مأهولة إلى مناطق بعيدة في نظام الشمسي كالمريخ مثلاً. تخيل لو كان عندك منظار تقدر من خلاله أنك تشوف نجوم على بعد ملايين السنوات الضوئية. ناسا عندها واحد من هذا التلسكوبات لكنه يدور حول الأرض، تلسكوب هابل، أحد أعظم المستكشفين اللي صنعهم الإنسان. أطلق تلسكوب هابل عام 1990 من مركز كينيدي في ولاية فلوريدا الأمريكية على متن المكوك الفضائي ديسكفري، ووضع في مدار حول الأرض على ارتفاع 550 كيلومتر. وأكثر إنجازات تلسكوب هابل إبهاراً هو ما يعرف بمجال الرؤية العميق، وهي صورة التقطها التلسكوب لزاوية من زوايا الكون تظهر أكثر من 10,000 مجرة كلها في صورة واحدة. ولكن هابل يرصد الضوء المرئي فقط ولا يستطيع رصد الأشعة السينية الأكسري اللي تطلقها العديد من الأجسام في الكون. ولكن مرصد تشاندرا أكسري التابع لناسا أيضاً واللي يقع في مكان بين الأرض والقمر يستطيع أن يرصد الأشعة السينية. أول اكتشافات تشاندرا بعد تفعيله كان رصد لما يتوقع العلماء أن ثقب أسود، لما رصد جسم كبير الكتلة في بقايا نجم انفجر قبل 11,000 سنة، وقدر أن يرصد أيضاً إشعاعات سينية صادرة من ثقب أسود موجود في قلب مجرتنا درب التبانة. ناسا لم تفتح لنا نوافذ نحو المجرات والكواكب فقط، بل أيضاً فتحت أبواب المعرفة على مصراعيها. قطاع الطب مثلاً من أهم المستفيدين من أبحاث ناسا. هذا الترمومتر، خلنا نشغله، إلكتروني. هذا هو مثال بسيط جداً على إنجازات ناسا. خلنا نشوف كم الحرارة. هذا تعرفون كيف ناسا اخترعته؟ هذا الترمومتر يقيس الطاقة اللي تصدر من طبلة الإذن، وهي تقنية تستخدمها ناسا في قياس الإشعاعات الحرارية الصادرة عن النجوم. واشتركت ناسا كذلك في تطوير جيل جديد من الأطراف الصناعية، لأن عندها خبرة متقدمة في مجال الروبوتات والأذرع الآلية، وسوت مشروع سمته ناسا روتس، وتعاونت فيه مع شركات متخصصة في التكنولوجيا الحيوية البيوتكنولوجي، وابتكروا تقنية لإبقاء قلب الإنسان على قيد الحياة حتى يحصل المريض على قلب شخص آخر، وتمكنوا من تصنيع قلب صناعي صغير يصلح للأطفال و
ويحتوي على بطارية. خلونا نرجع لحليب الأطفال. هذا الحليب كان نتيجة عمل ناسا على أبحاث حول تطوير أغذية تصلح للسفر البعيد في الفضاء، وخلالها اخترعت مختبرات ناسا مادة غذائية تشبه تلك التي يحتويها حليب الأمهات، وهي اليوم تستخدم في 90% من حليب الأطفال الصناعي. تصوروا اليوم لو هذا الحليب لم يخترع، كيف يكون حال الأمهات الموظفات؟ يقول أحد العلماء: عندما قمنا بحل مشكلات الفضاء استطعنا أن احنا نحل مشكلات الأرض. ناسا كانت عندها مشكلة، كانوا يفكرون صواريخهم هذه ومركباتهم الفضائية لما بتروح للفضاء بتخترق الغلاف الجوي، بتحترق من الاحتكاك، فشو الحل؟ اشتغلوا مع مجموعة شركات لتصنيع مواد عازلة لحفظ هالمركبات من الاحتراق. هذه المواد اليوم تستخدم لمقاومة الحرائق. الحديد اللي فيه هذه المواد لما تكون فيه يعني حريق في مكان ما، يظل الحديد هذا ما يحترق لأربع ساعات. أما في قطاع الهندسة، تساهم ناسا اليوم في تطوير خلايا شمسية تنتج أكثر من 50% من الكهرباء عن نظيراتها التقليدية، وهي أقل تكلفة وأكثر انتشاراً في المنازل اليوم. لكن شيء الغريب أن قبل فترة طويلة ابتكرت ناسا تكنولوجيا ترصد التغير في أطوال البراغي والمسامير اللي في مركباتها أثناء السفر من وإلى الأرض. هذه التقنية تستخدم اليوم في تقييم سلامة السكك الحديدية وفحص المياه الجوفية. مهمة أبولو نحو القمر بتكون عبارة عن نزهة مقارنة برحلة الإنسان إلى المريخ. ولتحقيق هالهدف تعمل ناسا على تطوير صاروخ جديد هو الأقوى في تاريخ البشرية، يسمى Space Launch System. هذا الصاروخ بيحمل المركبة الفضائية أورايون اللي بتحمل 4 رواد فضاء بيروحون في يوم من الأيام إلى المريخ. ولكن الوصول للمريخ صعب جداً، لأن في خلال هذه الرحلة أو قبل هالرحلة بيحتاج الإنسان أن يعرف أشياء كثيرة جداً، منها الجاذبية شيء غامض، منها الطاقة، ومنها وأهمها هو الإنسان نفسه. مشروع هبوط الإنسان على المريخ هدفه ليس فقط محاولة اكتشاف المجهول البعيد جداً عنا، رغم أن هذا في حد ذاته عمل جبار ورائع، وسوف يثبت للإنسان أن كل شيء بالإصرار والاستعداد ممكن. بس الشيء المهم الآخر هو كم الأبحاث والتجارب اللي بتجريها ناسا ومئات الشركات وآلاف العلماء والمخترعين لكي يستعدوا لهذه المهمة. كل هالتجارب بتنتج لنا معارف إنسانية وخبرات واختراعات راح تدفع بعجلة التقدم العلمي والرقي الإنساني إلى مستويات عالية جداً. هذه التجارب راح تخلينا نفهم الطقس أكثر والجاذبية اللي ما زالت إحدى ألغاز الكون. راح نطور علاجات لأمراض ووسائل مختلفة للسفر واستخراج المعادن وإنتاج الطاقة، بنفهم الكون والوجود، وربما يمكن نجيب عن تساؤلات مهمة كثيرة أرقت البشرية والفلاسفة والمفكرين منذ بدء الحضارات. للي يسأل هل مطلوب أن الإنسان يسوي كل هذا بدون ما يعرف هو وين رايح؟ أي نعم مطلوب، لأن حس المغامرة هو من الغرائز البشرية الجميلة جداً اللي تضخ الحياة في عروق الإنسان. أما خلق الكون والتفكر فيه فهو من الصفات التي أثنى الله سبحانه وتعالى عليها. يقول عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. We'll be right back.